بدأ المستشفى العائم بصعيد مصرفي تقديم خدماته للمواطنين، ويضم 17 تخصصا طبيا، ويجوب المستشفى 8 محافظات بالصعيد ويرسو أسبوعا في كل محافظة. عبر نهر النيل لا شريان الحياة في مصر، يجوب المستشفى العائم صعيد مصر بداية من أسوان وحتى الجيزة لتقديم الكشوفات والخدمة العلاجية للأطفال والأمهات بالمجان في بادرة هي الأولى من نوعها. الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة دشنت المستشفى العائم والذي يضم 17 تخصصا ما بين أطفال وصحة إنجابية وقلب ورمد وسكر وغدد صماء وعظام وأطراف صناعية وتغذية وأسنان، بالإضافة إلى معمل به كافة التحاليل الطبية ووحدة للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان. الفكرة جديدة من نوعها، والفكرة جايز تكون فكرة أول مرة تطبق في مصر. هي عبارة عن بخرة بتضم بتجوب نيل مصر كله من جنوب لشماله لتوفير خدمة صحية للمواطنين عن طريق أساتذة متخصصين وكفاءات بشرية كبيرة. الألوية والكشف بيبقى فيها كله بالمجان. البخرة بترسى، هي الفترة الأولانية اللي عمل ليها لمدة شهرين، بترسى أسبوع في كل محافظة، بيتم فيها الكشف على الأطفال والأمهات بصفة أساسية ولبقية التخصصات كمان، لكن الأطفال والأمهات بصفة أساسية. الحقيقة احنا كمحافظة أسوان محظوظين ان احنا نكون أول مكان لانطلاق البخرة ومستشفى خير العائم. هناك عدد من الحملات التوعوية على متن المستشفى العائم، وتشمل أسس التغذية السليمة وأهمية الرضاعة الطبيعية وأهمية التطعيمات وأثرها على النمو. بما يخص العيون، احنا معانا كل الأجهزة اللي احنا بنحتاجها، بنقدر نعمل كشف نظر بالكمبيوتر، فحص القاع العين، كل ما يحتاجه المريض في تخصص العيون متوفر معانا بفضل الله. في بعض التخصصات احنا ما لوش لاقينها عندنا هنا في الصعيد عموما، مش في اسوان بس، اتكرموا علينا وتوجدوا وعالجوا حالات كتيره، حاجات كانت مستعصيه. يعني الدكتور عنده امكانيات هنا عندنا، بس نفس الكفاءات اللي موجوده في القافله اللي موجوده، نسبه التحاليل، في تحاليل ما لقيناهاش احنا هنا في اسوان، لا كانت موجوده في القافله وكانت موجوده، ودرنا يعني في حالة أنا عزيت نفسي معايا فترة طويلة، ما كانش فيه التقدير الممتاز ليه، لأن ما فيش تحاليل، ما فيش إشاعات، لا البخرة متواجد فيها جميع الخدمات. الصراحة هي القافلة يعني حاجة جميلة جدا حصلت، والله العظيم الكشف هنا بدقة جميلة، يعني الدكتور بتاع العظام كشف على بنتي كشف دقيق جدا، ويسألني على أسئلة، يعني أي دكتور في عيادة ما يسألنيش الأسئلة دي. الناس هنا كويسة خالص، بتعاملنا بمعاملة حلوة خالص. يجوب المستشفى العائم 8 محافظات بالصعيد ويرسو أسبوعا في كل محافظة، حيث من المتوقع توقيع الكشف الطبي على نحو 50 ألف طفل وأم.